عايز تعرف انواع الرجاله الحقيقيه ايه؟ بص احنا رجاله في بعض بقى وهناخد راحتنا. لو عايز تعرف انواع الرجاله حطهم كلهم في اختبار صعب وموحد، لان الرجاله بتبان في الازمات معروفه. التحدي الذكوري العظيم اللي هيختبر معدن الرجاله ويفرقهم عن بعض هو يوم واحد تحملوا فيه مسؤوليه البيت، اوضتين وصاله بمنافعهم بعيل صغير ما يعديش الثلاث سنين. هتظهر لك فورا الانواع الاتيه. اول نوع معانا هو رجل المهام الصعبه، ده اللي بيعمل اتفه المهام باصعب الطرق، فكيك قوي. الولد عمل بيبي فيقلعه 17 قطعه للبسهم له بدون سبب واضح، ويحمي بالكلور ويحطه في الحوض، ينقعه ويطلعه وينشره، مهام صعبه. الرز مثلا اتلسع، يوم جاب طفايه الحريق وشايل البياض ومقفل الشبابيك ويردم البيت بس عشان خاطر شويه رز. ده طبعا بيخليه يحط نفسه في مواقف صعبه جدا، وعلشان كده في مراجع بتشير اليه برجل المواقف الصعبه. في بقى الرجل العنكبوت، الرجل اللي محروق قوي من اسطوره المالتي تاسكينج بتاعت الستات، ان هم يعملوا حاجات كتير في نفس الوقت. البتاعه دي مكسره الدنيا، الستات عامله بيها شغل خطير، وبيقرر انه يبقى زيه زيها واكتر، فيبدا يعمل 30 حاجه في نفس اللحظه ويتحول لعنكبوت بقى 70 ايد ورجل، يجري من هنا لهنا شعله ما شاء الله، في ساعه واحده بيكون مولع في الستاير وحرق الاكل ومسيح العفش ولاسع العيال ومفحم الباركيه وكاوي الجيران ومشعل الدنيا، بيولعها خالص بالبوتاجاز اللي في نفسيته دي، ما تعرف حجمك وتتهد. دي ارزاق مقسمها ربنا، لازم تبص للي ربنا مديه لغيرك. تهدي يا اخي. في نوع تاني بقى من الرجل العنكبوت، وده الرجل اللي هو بيبقى شعره منكوش ومبهدل فبيسموه العنكبوت، يعني ينفع تسمي ده وتسمي ده، الاثنين عنكبوت مفيش مشكله. بيبقى فخور قوي بالحكايه دي ومش حاسس ان في حاجه وحشه لا سمح الله، ولا حاسس انه محتاج صيانه ولا اي حاجه، ايه كده ايه عنكبوت كده وعكروت كده. عندنا كمان رجل المستحيل، تخيل ده ايه من اسمه كده، عيش معايا. رجل المستحيل ده اللي مستحيل يعمل اي حاجه ولا يقدر يشيل اي مسؤوليه مهما كانت بسيطه، هو اسمه كده. ولو الظروف اجبرته على كده مستحيل يكمل اليوم من غير ما تحصل مصيبه كبيره توصل للاسعاف او المطافي او البوليس او كلهم، مستحيل. في مثلا الرجل الاخضر، الرجل الاخضر ده رجل اللطيف الطيب اللي اول ما بتشيله اي مسؤوليه من اي نوع بيتحول في ثانيه ويبدا يخضر وينتفخ ويتضخم وهدومه تتقطع ويفكر في الانتقام، فتلاقي بقى في انفجارات في المطبخ، اصوات اعتراض مش لطيفه وتهديدات بخطف الولد، حرق البيت، جو شمال كده ملوش معنى، اخضر اخضر مش هزار. في برضه للرجل الاخضر معنى تاني، ممكن يمشي الراجل اللي هو بيغير قميصه من شهر لشهر بيبقى يعني قرب يخضر كده ويبوظ. الرجل الاخضر التاني ده بقى ده صديق مقرب للرجل العنكبوت اللي هو المنكوش التاني، فاكر اخضر قاعد وده منكوش وبتاع، هما جايين من نفس الخلفيه ومتفاهمين على معظم الاشياء، بيفهموا بعض من شمه من نظره، حاجه تقرف يعني. في بقى رجل الساعه، ده اللي اخره يقعد في البيت ساعه واحده ويمص بالثانيه، النبي لو اتنططت بعد الساعه دي ما في، مش هتلاقي، انسى رجل الساعه. عندنا كمان رجل المرحله، ده راجل ظريف جدا، تطلب منه اي تاسك في الدنيا بيوافق، بس بيعمل منه مرحله واحده، بيعتبر انه كده عمل اللي عليه. يعني مثلا تطلب منه يودي الولد للدكتور، يتصل بالدكتور يحجز، بس اكتر من كده مفيش، لا يوديه ولا يجيبه ولا يجيب ادويه ولا كلام فارغ ولا استشارات، هي مرحله واحده. فلازم اي ست بتتعامل معاه تركز بقى قوي هي محتاجاه في انهي مرحله بالظبط عشان فرصتها ما تروحش. هو رجل المرحله. في كمان الرجل الخارق، ده اللي على طول بيحرق الهدوم والعفش والستاير والسجاد، ده بيعمل خروق، فاهم؟ عشان كده خارق حرفيا، خارق بهبل، فاهم؟ ده بيخرم الدنيا وبيخرم البيت، هو عشان كده مسمينه الرجل الخارق. طبعا ستات كتير عارفاه. في بقى الرجل الخفي، ده اللي مش موجود ابدا، انسى، خفي، يبقى ملقح في البيت طول الوقت، مرمي على الكنب والسراير، اول ما تحتاجه في اي حاجه يختفي، يبقى الرجل الخفي. او قبلها بيبقى خارق، تحتاجه يبقى خفي. لا، في رجاله عندها حاجات كتير، بيبقى اخضر الصبح، يستحمى يبقى عنكبوت، يطلع يتنشف يبقى خارق، تطلب منه يبقى مرحله، تحتاجه يبقى خفي. لا، دي ناس معديه، في ناس ما شاء الله. في بقى رجل الازمات، اللي من اول يوم اتجوز فيه وهو في ازمه، وبيطلب من الست انها تستحمله وما تطلبش منه حاجه وتتحمل مسؤوليته لحد، انا عارف انا بضغط عليك معلش انا اسف، انا نفسي اعرف ايه هي ازماته دي، هو عايش كده، رجل الازمه. وفي الرجل الالي، ده يحب يقلي قوي، ده يموت في القلي، سيب له البيت والواد واي وقت واي مده سيبه، بس سيب له طبق بطاطس مقليه كبيره، لو في سمك مقلي ماشي، بيض مقلي، هو بيلاقي نفسه وسعادته في الزيت، بيعوم فيه، اديله البيت والواد وازازه زيت وهو هيزيد، ده الرجل الالي، تلاقيه الي على طول. في بقى سيد الرجاله، عمهم، العمله الندى، النوع ده من الرجاله منقرض للاسف، بيفكروا لو لقوا اي واحد منه يحطوه في محميه طبيعيه، راجل اللي هو بيتحمل المسؤوليه وعارف معنى الرجوله الحقيقي، تلاقيه كده سند وظهر وامان والحاجات الاصل دي، الراجل ده قرب يبقى من الاساطير، هتلاقي اسمه في الصفحه اللي بعد العنقاء والخل الوفي. اقول لك على حاجه؟ ايه يا احمد؟ في ايه؟ في ايه؟ انا جدتي مره قابلت راجل زي ده زمان وسلمت عليه. وراح فين؟